وأود هنا التأكيد على ثلاثة محاور رئيسية تتبناها السياسة الخارجية المصرية بموضوعات المياه. أولاً، الاقتناع الراسخ بأنه لا سبيل سوى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي الفعال لإدارة موارد المياه العذبة الشحيحة على كوكبنا لتحقيق التنمية للجميع، لا سيما وأن أغلب المجاري المائية هي عابرة للحدود، ويتضح هذا بجلاء في حالة نهر النيل الخالد. ونجدد التأكيد على الحق الكامل لدول حوض النيل في التنمية، وحق دولتي المصب السودان ومصر في الوجود. وقد كانت وما زالت وستظل مصر في طالعة الدول الداعمة للتنمية والرخاء بدول حوض النيل الشقيقة، وحشد التمويل الدولي للمشروعات التنموية بدول حوض النيل طالما كانت مشروعات توافقية. ثانيا، تتمسك مصر بقواعد ومبادئ القانون الدولي الملزمة لإدارة الأنهار الدولية، لا سيما مبادئ التعاون والتشاور والإخطار المسبق وعدم إحداث ضرر، تحقيقا للاستخدام المنصف والمعقول، وهو ما ننادي به ونسعى لتطبيقه بالحوار المستمر مع الأشقاء بدول حوض النيل لضمان ألا نغذي الانقسامات، وأن نعمل سويا من أجل آلية جامعة وشاملة وليست منقوصة أو مكتزئة للحوكمة المشتركة لنهر النيل العظيم لتحقيق مصالح جميع شعوب هذا النهر. ثالثا، الرفض الكامل لأي أفعال أحادية مخالفة لقواعد القانون الدولي في إدارة الأنهار العابرة للحدود، والإدعاء الباطل بأن طرفا لديه السيادة على نهر دولي عابر للحدود كنهر النيل. فالمياه هبة من الله عز وجل وليست من أي طرف أيا كان. وأؤكد هنا أن مصر تحفظ حقها المشروع في اتخاذ كافة التدابير المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للحفاظ على مقدرات والمصالح الوجودية لشعبها في حالة وقوع الضرر. ختاما، إن تزامن أسبوع القاهرة للمياه هذا العام مع الدورة 9 لأسبوع المياه الإفريقي إنما يدفعنا للنظر بعمق لقارتنا العظيمة القارة الإفريقية واستلهام الحكمة الإفريقية بالبناء على التجارب الناجحة في أحواض أنهار السنغال والزمبيزي وغيرها. وأدعو الخبراء المشاركين في هذا المحفل الهام لتكثيف النقاشات واستخلاص الدروس من تلك التجارب لإرشادنا إلى السبيل الأمثل للإدارة الفعالة للموارد المائية العابرة للحدود لتكون المياه رباطاً لتعزيز التعاون والسلام والتكامل الإقليمي بدلاً من أن تكون أداة لافتعال الأزمات كما يريد البعض. وشكراً جزيلاً.